اللي بياخذونكم للصدمة. انا ولد ابوي. انا يلا المؤسس. تفضلوا تفضلوا معهم. يلا سترك الله يعين. اهلا مشاعيب يا رشيح رشيح. انا ولد ابوي صار له سيف. بدون مشاكل. اي واحد يسوي حركة ترى بيتعاقب. خلوكم هادين بدون شباب. خلوكم هادين. لا تقاومون احد. يلا امشوا معي. صدمة وين؟ وين؟ خذ نظارتك. انا اجيب نظارتك. اصبروا. وين وين؟ يحييكم. استريح استريح هنا. تقدرون تجيبوا لهم عاد مويه ولا شيء عشان ما يعطشون. هذا مكانكم. راح تكونون ان شاء الله موجودين الى الساعه 9 مساء. اعجبكم الجو؟ اعجبكم المكان؟ موت. ها؟ حر. كان طبخت زي الناس. والله ما كان ودي احطكم بهالمكان ذا. كنت برجع برقد. والله كلنا ودنا نرقد لكن عاد قل للمحسن احسنت وقل للمسيء اسات. لكن في القادم باذن الله انك تبهر وتبدع وتركز في طبختك لانه اعطيناك الوصفه اكثر كذا من كذا اطبخ بدالك. اتمنى من الاداره انها تسكر فقرك. ليه يا رشيد؟ خلاص لا حد يسكر. لا بروحك. مع السلامة شباب. غداكم راح يوصلكم تمام إلى هنا. في ذا الحر. في ذا الحر عاد كان طبخت زي الناس. مع السلامة. ثورة عن كبر لا شفتها بابا. لا جايب لي حار. وين الصحبة؟ وين الرفقة؟ دخلني السجن. خير إن شاء الله. جايب لي حار. لازم تكلمهم جد. ساير يا ساير جابر. انا
ولد ابوه. الطبخه الجايه تعوض، اما انك تطبخ زين ولا تحاسب. احنا مشاهدنا العزيز نبي نروح نصلي، وخليك معنا فيها يعني مناسبة بسيطة للشباب، ولكن للأسف اليوم ضيق وصدري نواف ورشيد بالنادي الشباب، بنصلي وبعد شوي نتقابل.